إذن كانت هذه كلمة المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض المالكي، والتي تحدث خلالها عن أن السبب الرئيسي لاستمرار إسرائيل في الإبادة الجماعية في غزة حتى اليوم هو الإفلات من العقاب. تحدث عن الكثير من الجرائم التي ترتكبها إسرائيل وارتكبتها وما زالت ترتكبها، وضرورة محاسبة إسرائيل حول هذا الأمر والوقف أو الدعوة للوقف الفوري لإطلاق النار. نستكمل معكم مشاهدينا الكرام هذه الحلقة في من القاهرة. نتحول لموضوع هام داخل فلسطين، وهو حديث الحكومة الفلسطينية عن أن 72% من الشهداء والضحايا هم من الأطفال ومن النساء. القطاع الصحي في غزة منهار بشكل تام، لا يوجد أي خدمات طبية سوى القليل فقط من هذه الخدمات الطبية التي يتم توفيرها من خلال المراكز الطبية التي ما زالت تعمل داخل قطاع غزة، خاصة بعدما قامت إسرائيل وحكومة الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك واقتحام عدد كبير جدا من المستشفيات. عدد كبير من المستشفيات خاصة المستشفيات الكبيرة خرجت تماما عن الخدمة وأصبحت غير قادرة على تقديم أي علاج للمصابين والجرحى والمرضى اللي بيأتوا إلى المستشفى بشكل طبيعي أو بشكل عادي لأن لديهم أمراض خاصة الأمراض المزمنة. نتعرف على ما يحدث في القطاع الطبي في غزة من خلال هذا التقرير. بينما يحيي المسلمون شهر رمضان في أجواء من البهجة والفرح، استقبل الفلسطينيون الشهر الكريم في أجواء كئيبة وسط إجراءات أمنية مشددة وشبح الحرب والجوع في غزة. وفيما تصدح التكبيرات في عدد من العواصم العربية إذانا بصلاة التراويح لأولى ليالي شهر رمضان الكريم، قالت وزارة الأوقاف الفلسطينية إن أكثر من 1000 مسجد بات ركاما وأكوام دمار أو تضرر بسبب القصف الإسرائيلي. ومقابل استعدادات الأسر في العالم الإسلامي لإحياء الشهر الفضيل، يواجه أكثر من 2 مليون شخص يشكلون الغالبية العظمى من سكان القطاع الفلسطيني المحاصر، يواجهون خطر المجاعة في وقت يواصل المجتمع الدولي تعبئة لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية. وفي رسالة إلى المسلمين داخل الولايات المتحدة وخارجها بمناسبة شهر رمضان، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمواصلة الضغط من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتطبيق وقف لإطلاق النار وتحقيق الاستقرار على المدى البعيد في المنطقة. رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحثت أيضا الوضع الإنساني في إطار جهود اللجنة لإجراء محادثات مباشرة مع جميع الأطراف. أما المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني فقد كتب في منشور أنه يتعين وقف إطلاق النار في رمضان لأولئك الذين يعانون أكثر من غيرهم، ولكن بالنسبة لسكان غزة فإنه يأتي مع انتشار الجوع الشديد واستمرار النزوح والخوف والقلق وسط تهديدات بعملية عسكرية على رفح الفلسطينية. وحيث يعيش الكثير من الفلسطينيين في خيام بلاستيكية ويواجهون نقصا حادا في الغذاء، ليس هناك بديل سوى أن يأملوا في السلام. إذن كيف هي الأوضاع بشكل عام في غزة تحديدا الأوضاع الطبية؟ ينضم إلينا الدكتور يوسف العقاد مدير المستشفى الأوروبي في غزة. أهلا بحركة دكتور يوسف، كل سنة وحركة طيب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا لك وللمشاهدين الكرام. دكتور يوسف، نتحدث بشكل رئيسي الآن عن القطاع الطبي في غزة. حضرتك مدير المستشفى الأوروبي، هل المستشفى الأوروبي اللي بقي أصبحت هي المستشفى الوحيدة التي لم تدخلها القوات الإسرائيلية حتى الآن؟ نعم، يعني هو المستشفى الوحيد الكبير الذي لا يزال قادر على تقديم الخدمات الصحية بحدها الأدنى، بحيث أنه هو من أحد المستشفيات الكبيرة داخل قطاع غزة وبه جميع التخصصات الجراحية والباطنية. ولكن عن أي واقع صحي نتحدث؟ هل أبقت إسرائيل على أي معلم من معالم الحياة داخل قطاع غزة؟ يعني كنا منذ الأسابيع الأولى قد أعلنا عن انهيار المنظومة الصحية بشكل كامل بسبب عدم توفر الأسرة، بسبب عدم توفر الأدوية والمستهلكات الطبية، بسبب كثرة الحالات التي كانت تصل إلى المستشفيات بالمئات وعدم قدرة الطواقم الطبية للتعامل مع المئات بل الآلاف من الحالات التي كانت تصل إلى المستشفيات
في وضع مزري له، حيث أن جميع الإصابات كانت تصل بإصابات متعددة وتحتاج إلى الكثير من الرعاية والكثير من التدخلات الجراحية. هذا في الأسابيع الأولى، وكنا نتحدث عن 13 مستشفى حكومي وعشرات المستشفيات الخاصة التي كانت تعني بتقديم الخدمات الصحية للمرضى والجرحى على حد سواء. فما بالكم اليوم ونحن نتحدث عن أن إسرائيل أخرجت معظم المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة عن العمل، وباتت المستشفيات غير قادرة على تقديم أي خدمات صحية بعد أن حوصرت ودوهمت وقصفت وتم تدمير معظم الأجهزة الطبية والمرافق الصحية التي كانت تقدم خدمات صحية. الآن نتحدث عن مستشفى وحيد في المنطقة الجنوبية، هو مستشفى غزة الأوروبي، كانت سعته 240 سرير، ارتفعت إلى 450 سرير. نحن الآن لدينا أكثر من 1000 جريح ومريض داخل أروقة المستشفى، وهناك مستشفيات صغيرة في محافظة رفح لا تستطيع القيام بتقديم الخدمات الصحية المناسبة لآلاف الجرحى والمرضى الذين يصلون إلى المستشفيات بشكل متتالي وبشكل متسارع، مع كل قصف يصل العشرات بل المئات من الجرحى إلى المستشفيات، علاوة على آلاف المرضى الذين هم يعانون من أمراض مزمنة خطيرة. نعم. هم بحاجة إلى تدخلات أولا. نعم دكتور يوسف، يعني نعلم أن الأوضاع الحقيقة بتتفاقم بشكل سريع لا يصدقه العقل أو المنطق، يعني ولا نتخيل أن هذا يحدث في عام 2024 أو عام 2023 في العصر الحالي، أن يكون هناك تعامل وحشي وإجرام بهذا الشكل بحق الإنسانية ككل. لكن نقترب أكثر من المشهد، الحقيقة أن تحية إجلال وتقدير لكافة الطواقم الطبية من العاملين بكافة أشكال الطواقم الطبية من الإسعاف المسعفين والأطباء وأطقم التمريض داخل المستشفيات في غزة، نقدم لهم كل التحية والتقدير. دعنا نقترب أكثر من هذه الطواقم، كيف تقوم بعملها في هذه الأجواء الصعبة تحت نيران القصف؟ يعني رأينا الكثير من الأطباء وأطقم الإسعاف يفقدون أهلهم ويعملون. تفضل. بالتأكيد هذا صحيح، يعني اليوم نتحدث عن الشهر السادس ولا زالت هذه الطواقم المتعبة المنهكة لا زالت تواصل العمل ليل نهار بالرغم من الجراحات العميقة التي تسبب بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أننا فقدنا مجموعة كبيرة من الأطباء والممرضين والمسعفين الذين استشهدوا سواء أثناء تأديتهم للخدمة الطبية أو حتى بعد عمل دؤوب وعودتهم إلى منازلهم. تم قصف تلك المنازل، وعدد كبير من الأطباء والممرضين والمسعفين لقوا حتفهم هم وعائلتهم بشكل كامل. أما فيما يتعلق بالمسعفين فمن المعلوم أننا فقدنا جزء كبير، عدد كبير من المسعفين، وأيضا عدد كبير من سيارات الأسعاف التي تم استهدافها بشكل مباشر. نعم. تركت الحالات تنزف في الشوارع وتموت دون قدرة الطواقم الإسعاف، الطواقم الطبية أو حتى طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى البيوت المهدمة التي قصفت على رؤوس ساكنيها في مشهد مؤلم جدا. كان الاحتلال ولا زال معني بأن يوصل رسالة إلى الناس بأن هذا الجيش، هذه القوات هي تجاوزت كل الخطوط الحمر وهي فوق القانون، ولا يستطيع للأسف حتى الآن أحد أن يحاسب تلك القوات التي تقوم بهذه البشاعات وهذه المجازر وهذه المحارق الحقيقية، إذ أنه لا يعقل أن يقصف المنزل ويبقى المواطنين العزل الأبرياء من أطفال ونساء تحت الردم إلى أشهر طويلة. لا يعقل أن يتم استهداف بعض الطواقم الصحية سواء كانوا أطباء أو مسعفين أو مواطنين عاديين، يتم استهدافهم من قبل القناصة أو من قبل الطائرات المسيرة ويتركون في الشوارع لساعات ينزفون بما فيهم الصحفيون، والعالم شهد هذا على شاشات التلفاز أو على الهواء مباشرة، ويترك الصحفي ينزف لساعات طويلة حتى يستشهد، ولا أحد للأسف الشديد يحرك ساكنا تجاه هذه البشاعات التي ترتكب ليل نهار بحق أبناء الشعب الفلسطيني. صحيح، كان هناك استهداف مباشر وإصرار من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات، وكما ذكرت يعني إن كان هناك ضحايا ظلوا تحت الركام، شهدنا حتى يعني للأسف الجثث تحللت، وحتى على أسرة بعض المستشفيات التي تم اقتحامها وإخلاء من فيها عنوة ويعني إجبار حتى الأطقم الطبية على إخلاء هذه المستشفيات. هذه الجرائم
الجرائم التي يجب أن تحاكم عليها إسرائيل وأن تحاسب عليها كجريمة حرب بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تؤكد على الاستهداف المباشر للمستشفيات. برأيك لماذا حرصت إسرائيل منذ اليوم الأول على استهداف المستشفيات كجريمة يعني تم تنظيمها بشكل واضح مكتملة الأركان يعني أمام الجميع؟ نعم، يعني المستشفيات هي ركيزة أساسية من ركائز الصمود لدى أي شعب بما فيها الشعب الفلسطيني، فبالتالي من حق الإنسان أي إنسان يحيا بأن يكون لديه مستشفيات ولديه طواقم صحية تقدم الرعاية الصحية للجرحى والمرضى على حد سواء. فبتحييد المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، يعني الاحتلال الإسرائيلي يضرب أحد أهم مقومات الصمود على الأرض الفلسطينية. كنا نتحدث عن الجرحى، الآن نتحدث عن الأطفال، نتحدث عن الأمراض المزمنة. لكم أن تتخيلوا بأنه لم يعد هناك خدمة، الخدمة التي تقدم للمرضى الذين يعانون من الغسيل الكلوي، الذين يعانون من القصور في عمل الكلى، وهم بحاجة إلى جلسات منتظمة من الغسيل الكلوي. تقلصت هذه الخدمة لتصل إلى حدها الأدنى في محافظة رفح، وكذلك المرضى الذين يحتاجون قسطرة قلبية ومرضى السكر والضغط، هؤلاء جميعا يعانون ويموتون في البيوت دون أن يسمع أحد عنهم. مرضى الأورام الذين هم بالآلاف الآن الشهر السادس ولم يتلقوا جرعة علاج واحدة. إذا ضرب يعني إخراج المستشفيات عن العمل يهدف الاحتلال الإسرائيلي إلى ضرب صمود الناس وجعل قطاع غزة بأكمله المنطقة غير قابلة للحياة، فبالتالي يهدف إلى تهجير السكان من أرضهم. وهذه جريمة يعني بشعة، يجب على العالم أجمع أن يقف ضد هذا الاحتلال الصهيوني حتى لا يستمر في ارتكاب مثل هذه الجرائم. وأخيرا شهدنا العقاب الجماعي بالتجويع. نعم، هناك الأطفال وكبار السن الذين يموتون من الجوع ساعة بسبب سوء التغذية وبسبب عدم قدرتهم على الحصول على علبة الحليب أو على الماء الصالح للشرب. نعم، هذه النقطة يعني أريد أن أتحدث عنها بمزيد من التفاصيل. يعني شاهدنا أطفال خدج مبتسرين فقدوا أرواحهم لعدم إمكانية توفير يعني الرعاية الخاصة بهم. رأينا أيضا أطفال لديهم أمراض مزمنة فقدوا أرواحهم واستشهدوا أيضا بسبب عدم توفير الغذاء الخاص بهم، يعني كان آخرهم أو يعني من بينهم من علمنا به، ونعلم أن هناك الكثيرين لا نعلم عنهم شيء، يزن الكفرنا الذي يعني كان مريض ولم يحصل على غذائه ومات بسبب سوء التغذية في النهاية يعني، وغيره الكثيرين نراهم ونشاهدهم يموتون جوعا أمام بسبب سياسة وحرب التجويع اللي بتتبعها إسرائيل. زادت نسبة الأمراض، هذه الأمراض الناتجة عن سوء التغذية بشكل كبير دكتور، يعني شاهدتم هذه الحالات أمامكم. نعم صحيح، يعني علاوة على الأطفال أصحاب الأمراض المزمنة الذين لا يوجد لهم العلاج المناسب، سواء كان بعض أنواع الحليب الخاصة بهؤلاء الأطفال أو بعض الأدوية الخاصة بهؤلاء الأطفال المرضى، أيضا الأطفال الأصحاء الذين هم في حالة صحية جيدة وهم فقط بحاجة إلى الحليب الطبيعي، الحليب الذي من المفترض أن يكون متوفر في جميع الصيدليات بل في جميع مراكز البيع. أصبح المواطن الغزي، أصبحت الأم لا تستطيع أن تحصل لرضيعها على حفنة من الحليب، وكذلك بسبب سوء التغذية أصبحت معظم النساء في قطاع غزة لا يستطيعون ممارسة الرضاعة الطبيعية لأبنائهم، لأنه يوجد سوء تغذية لدى معظم النساء في قطاع غزة. شهدنا الجريمة البشعة التي حالت دون أن يصل الغذاء والطعام والمياه الصالحة للشرب إلى الجزء الآخر من قطاع غزة، شمال قطاع غزة، والآن هذه الجريمة تمرر والعالم يقف صامت، والبعض يدعي بأن حل المشكلة هي بإلقاء المعونات الغذائية من الجو، وهذا طبعا لا يفي بالحد الأدنى. صحيح. وشهدنا جميعا بأن هناك من قتلوا تحت هذه الورشتات التي نزلت وكانت سببا في قتل الناس. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور يوسف العقاد مدير المستشفى الأوروبي في غزة، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.